هذا ويشارك فريق ميكلارين البحرين في سباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج لعام 2019 سباقات الفورمولا 1 بمجموعة مثيرة من طراز سيارات جديدة والتي يقودها أصغر سائق بريطاني في المنافسة على الإطلاق، حيث شارك سائق الفريق 2019 لاندو نوريس في عرض قدمه أمام مبنى أركبيتا وتم التقاط الصور الفوتوغرافية. وقد تم تنظيم هذه الفعالية استعدادا للمشاركة في سباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج لهذا العام والذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 من مارس 2019 في حلبة البحرين الدولية. بدأت السباق عندما كان عمري 8 سنوات، وكانت المرة الأولى لي في ماكلارين في بودابست، ولدي تجربة الأولى في سيارة فورمولا 1، وهي لحظة لن أنساها بالطبع. وأنا اليوم سعيد جدا بمشاركتي في سباق الفورمولا 1 في البحرين، وأعتبره إضافة لي. اليوم نحن سعداء بالترحيب بعملائنا في البحرين وبحضور لاندو نوريس السائق في ماكلارين، ونحن اليوم سعداء بالمشاركة في سباق الفورمولا 1 في البحرين، خاصة وأن ماكلارين هي علامة تجارية تنمو بشكل جيد للغاية.